والدولة بصفة عامة عندها الحق في كل وقت باش تجري الصلح مع أي كان ولو صدر في حكم. شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر. أوفياء أوفياء والمصالحة في القضاء. الشعب فت فت وطرابلسية اشتد. الشعب فت فت وطرابلسية اشتد. والقانون هذا مش يدافع على روحه وحده، ما حشتوش كل يدافع عليه. في حقيقة الأمر إدخال لقانون المصالحة تحت غطاء قانون الميزانية 2016، فصل متاع تبييض الفساد، فصل رد الجميل للذين مولوا حملات انتخابية للإتلاف الحاكم. اللي عملت المبادرة وقامت علي القيامة ما قعدتش، قالوا هذا ضد الدستور وضد كذا. حكي علمنا يا كمون، لكن لابد باش نجيو هذا. نحن من اللي جينا بعد الثورة دعونا إلى أن تونس تحتاج إلى مصالحة. وإحنا يلزمنا ندزوا في هذايا، ويلزم المجتمع الكل يدز في هذايا، ومش مصالحة كان تاع رجال الأعمال ولا تاع العباد اللي كانت تخدم في الدولة، ولكن لازم تكون مصالحة شاملة. مصالحة ماهيش مفروضة على الشعب التونسي، بالعكس الشعب التونسي اليوم منسجم مع المصالحة.